روزان بونجور، صباح الهنا عليكي، واكيد انا وكريم كل الساده دلوقتي متابعين سامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة متواجدة معاكم لنقل آخر الأخبار والمستجدات سواء لكرة القدم أو كمان الألعاب الأخرى. قبل ما أبدأ كلامي يعني خليني أقول لحضراتكم إن الأعضاء متواجدين بشكل كبير جدا من الساعات الأولى طبعا من صباح اليوم، يعني ده بسبب الحماس اللي شافوه أكيد في مباراة الأمس. الكل فرحان، الكل متحمس جدا لبداية الدوري، يعني خليني أقول كمان الكل هنا متواجد، في منهم اللي بيتناولوا الإفطار، في منهم كمان الأهالي المنتظرة طبعا أبنائها يعني خلصوا المدارس، فالكل هنا متواجد بشكل جيد جدا، وفي تزايد كمان في الأعضاء بشكل مستمر. خليني طبعا بقى أبدأ كلامي وأقول يعني ألف مبروك فوز النادي الأهلي على المصري البورسعيدي طبعا بنتيجة رباعية طبعا نظيفة، يعني كلنا أكيد فخورين وفرحانين جدا. مباراة الأمس سكور كبير أكيد، يعني بنبدأ بيه الدوري ويا رب كده يكون موسم استثنائي زي الموسم اللي فات على كرة القدم وكل الألعاب الأخرى. خليني بقى أقول إن يعني بعد هذا الفوز المميز مارسيل كولر المدير الفني للفريق عبر طبعا عن سعادته الكبيرة جدا وقال نسعى للبناء على ذلك ونستعد بقوة لكل المباريات من أجل تقديم أفضل ما يكون، وأضاف كمان أنه سعيد جدا بأداء إمام عاشور، وبالنسبة طبعا لمودست يعني بيحتاج شوية وقت للانسجام مع الفريق ولكن هو بيثق فيه ثقة كبيرة جدا، وبيقول كمان أنه إضافة قوية جدا لصفوف الفريق. الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال، المشاركة طبعا في بطولة العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري بسنغافورة، كان في طبعا جلسة مطولة مع الكابتن طارق الغنام مدير الفريق للإطمئنان بقى على كل الترتيبات الإدارية الخاصة بالبعثة، وكانت كمان كل الأمور الفريق يعني جيدة سواء بالنسبة للإقامة أو كمان وسائل الانتقال من الفندق لصالة التدريب، وتضم البعثة الجهاز الفني والإداري والطبي بالكامل، واللاعبين هم سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فجوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، وأحمد مهيب. خضع كمان لاعبو الفريق الأول لكرة السلة رجال جلسة التصوير الرسمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية Intercontinental اللي بيشارك فيها أندية الأهلي وفرانكا البرازيلي وإيجانت الأمريكي وبون الألماني وجولدن بولز الصيني والمنامة البحريني، واللي بتقام خلال الفترة من 21 ل 24 سبتمبر الجاري بسنغافورة. اخيرا بقى كمان يعني مزيد من التالق والفوز، ولكن في كره اليد حقق الفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي فوز مهم على حساب فريق اصحاب الجياد في اللقاء اللي جمع بينهم امس ضمن منافسات بطوله دوري المحترفين، وبهذه طبعا النتيجه بيستمر الفريق في تحقيق الانتصارات بالبطوله بعد تحقيقه طبعا الفوز في اربع جولات ماضيه. طبعا دي كانت ابرز واهم الاخبار اللي معايا النهارده من النادي الاهلي فرع الجزيره، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه.